أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى السياحة في سلطنة عمان، وكيف تطوع البيئة كمشروع سياحي للمغامرات ومحبي الرياضة. فريق ويف سميت شباب عماني سخروا الإمكانيات البيئية في محمية القرم الطبيعية لإنشاء مشروعهم في رياضات التجديف بين أشجار القرم والطيور التي تحط على تلك الأشجار وأسماك البحيرة الجميلة. تنطلق المسارات في تمازج بين الطبيعة وشغف المغامرة. العرض القادم مشاهدينا الكرام هو لمسارات التجديف في محمية القرم الطبيعية وجهود الشباب هناك، نتابع. محمية القرم في إقبال كبير لممارسة هذا. وفي إقبال من ناحية السواح والمقيمين الأجانب من كل الفئات. رحلة تبدأ البداية بالجهة اليسار على تحت هذه الأشجار اللي نسميها سايلنت زون، اللي هي مسار صامت. ضروري جدا الكل يكون صامت وما نتكلم، لأنه أنواع الطيور كثيرة هنا والمكان شوي حساس أكثر، فنقلل الصوت من هنا. الممرات الثانية في متوقعين نشوف أنواع الطيور في نهاية المسار هنا والمسارات أخرى، وفي هذه أنواع الأسماك اللي تقحم بإمكاننا أن نشاهدها. خططنا المستقبلية هي تطوير هذه البرامج أكثر واستكشاف مواقع أخرى، فتح المجال للجميع أنهم يزوروا ويستكشفوا هذه الأماكن.